السلام عليكم المشاهدين والمتابعين ديالي، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي. اجي اليوم معايا الكوزينه، وغادي نوجد واحد الكيكه. بالحق كل شيء مشتت عندي قبله، يعني كل مره كنمشي نجيب شي حاجه. وغادي نوجد واحد الكيكه اقتصاديه، فيها 2 كيسان ديال الحليب، وفيها 2 كيسان ديال السنيده، وغادي نعصر لها واحد شويه الحامض، وغادي ندير وفيها 4 البيضات وجوج خميرات حمر. بعد ما نغسل البيض مزيان، ما كيعجبنيش يكون مغسولش. هنا الكاميرا ما كنتش مقديسها، عاد دابا عاد كنقد فيها البيض. نغسله مزيان باش من نهرسو ما يديرش، يعني هاد الحساسيه بحال في حساسيه لما تغسلات الحاجه، واخا كتكون محطوطه تماك مغسوله ضروري نهزها ونعاود نشللها. انا هادي نعصر لها واحد شويه الحامض، وجوج كيسان ديال الزيت، شاش ياباني، وغادي نضربو بالضراب. غادي نخلطهم، غادي نجلطهم مزيان. غادي نجيب الطحين، عمر شي وحده فيكم دارت الخدمه بحال هكا اللي درت انا، وبغيت نوجد يعني حاجه، وخليت كلشي مشتت. غنخوي ليها 2 الخميرات حمر، غادي نخوطهم مزيان. بالنسبه للطحين على حسب الخليط، كما تشوفوها من بعد من غنخويها وتشوفوها كيفاش غادي تخرج. ها كيفاش خرجت، وكنتمنى كتكونش جارية، ما كتكونش يعني قاصحه. وغادي ندخلها للفران ونخليها كنقص ليها. ومن بعد كيفاش كتخرج يعني هشيشه، ممكن تحضريها في اي وقت، كتوجد دغيا اقتصاديه. كيفاش رطبه وهنايا صافي، غادي نقي الدنيا، ما كنحملش يعني اي حاجه توسخات، خصني نحيدها من تماك نغسلها. غسلت الماعين كاملين، ايوه يا لاله نقيت هنايا، حكيت هادشي كامل. اي حاجه خصني نحك لها الصابون باش نكون مرتاحه نفسيا. حاجه اللي ما دوزت عليها الصابون، اي واحد الفضيحه. المهم وهنايا جبت هدي باش نعجن، حيتاش لا خصني ندير العجينه قبل ما نجلس، يعني باش منين نكون هنا ندير الماء العجين باش يسخن. وغادي نجيب نعاود نحك هنا، ولا نغسل البانيو باش ندير فيه الطحين. كنغربل الطحين حتى هو، نحطو غندير له الملحه. حتى العجينه سهله، تخوطي الطحين تما كيصدق لك هو هذاك احسن من ديال شويه الملحه والخميره فقط. كاينين اللي كيدير له السكر، ولكن انا سنيد يعني شويه السنيد هكا،
وهنايا يعني اللي شاف شي حاجة بلا ما يقول شي حاجة في عقله. المهم ايوا خلوت جلوت، انا كنت كنعجن ومي قالت لي ماما، بنتي جات قالت لي ماما شو الكسوة ديالك راه مثقوبة من هنا. قلت لي واه يا ناري ما كنت شايفاها. ضحكات فيا قلت لها ما كنت شايفاها. المهم وانا نعطي العجين دليك وجد العضلات، حيت الا ما وجدتيش له العضلات ما غاديش يخرج العجينة، ما تخرج هي هذيك. ايوا خلطتها مزيان وغادي نعجنها ونخلي تتجمع مزيان، كنعجنها مزيان هاي بهذه الطريقة هذه، ومن بعد نخليها نغطيها ونخليها حتى تختمر. هي طلعت صافي، غادي نقرصها بهذه الطريقة هذه باش واحد قليل اللي ما كيعرفش يعجن، قليل قليل العيالات راه حادقات ما شاء الله. اي وحده تكون حاديه في المنزل ديالها حادقه ولا سنين قلت ما عرفتش. المهم كنكورهم واحد شويه عاد نخليهم حتى كيكونوا مطلوقين باش يجيو ساهلين في التسريح، ما تسرحهم عاد كنطلقهم بهذه الطريقه كتجي سهله كتطلق دغيا. ايوا هيدي هي المرأة دائما جرى مكتكلسش راحة باح. الله يخلي لينا صحيحتنا ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم فيديو واخا ماني راني ما صورتش مزيان يكون انا تصويره باينه، ولكن الشي اللي عطى الله ماشي شي مصورة محترفة، وعندي عاد تليفون باش كنصور ان شاء الله يا ربي يجيب الله رزق نشري الكاميرا باش نكون كنخرج تصاور مزيانين. ايوا بعدا راني كورت داك الشي كامل، وانتوما غادي تشوفوهم في الاخر كي غيخرج الخبيزات. دابا ما عارفاش شحال درت، اركن كورت تماك ونحط، راني دايره البلاصه فين كنحط حاطه في المشيه ديال النهار، نمشي واحد المده عاد نرجع. عندي الكوزينه عندها بوتاجي صغير، الناس اللي كيكريو الله يهديكم يا ما ديروا الكوزينه بعد الكوزينه راه المراه خاصها الكوزينه، الا ما عندها شي كوزينه كبيره راه مشكله. الكوزينه خاصها تكون اكثر من البيت باش تكون مرأة مرتاحه فيها، واش كاينه ولا ما كايناش يا النساء. بزاف ديال النساء غادي يكونوا متفقين معايا، الا ما كانش بوتاجي كبير انا كنقول يا ربي تكون عندي الدار ديالي، وشنو غندير نصمم في الكوزينه ديالي لاي وحده راه غتفهم هادشي اللي كنقول ليه. كنقول غادي نكبر الكوزينه نرجعها بحال البيت قد البيت، وندور عليها بوتاجي وندير لها سالمونجي في الوسط. هادشي اللي كنقول مع راسي يا ربي يجيب الله رزق غير ندير الدار ديالي. ما دابا حنا غير كنكتفيو كيفاش كيخرجوا الخبيزات في الاخر، يعني خرجوا خبيزات زوينين بزاف. من بعد ما كتقرصوهم كتخليهم واحد المده كتشوفيهم طالعين هو الخبز وكيفاش طلعوا. كنتمنى لكم، شكرا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وكنشكركم. كنتمنى لاي واحد سمعني دابا تبع الفيديو ديالي حتى الاخر، الى اي واحد جديد يدير الاشتراك
والجرس، الجرس 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 باش يوصل الجديد. راني عندي بزاف ما نحط، وعندي واحد الفيديو في الحقيقة غادي نوري لكم السميات ديال التمر لأي واحد ما عرفش التمر. وعندي يعني مازال ما درتلوش المونتاج، وغادي نحطه ان شاء الله. وبسلام عليكم، شكرا على المتابعة ديالكم، وكنشكركم. وهذه يعني ديال الصفا باش كنت هضرت عليها. بسلام عليكم، شكرا 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 على المتابعة ديالكم حتى الاخر ديال الفيديو. ايوا الخبز سخون مع الزيت راه، والزبدة كيستقوى. بسلام عليكم، باي، شكرا.